أولا الجمل التي لها محل من الإعراب. أولا الجمل التي لها محل من الإعراب. الله معك كريمة. هدي بقى شباب شوي الله يرضى عليك. إعراب الجمل كتير مهم. واحد إذا وقعت الجملة بعد افتح قوس إذا كلما الجملة بعد إذا كلما لما متى أيان جمع تعمل إيه أيان آخر شيء أيان هي فتحة عن نون أين وأين فاصلة وأن بالألف المقصورة ليك كتبت على اللوح وأن وحين فاصلة منذ فاصلة يوم سكر القوس تعرب الجملة في محل جر بالإضافة لأن الجمل بعد الظروف ضيوف تبقى لهذه لأن الجمل بعد الظروف ضيوف أسهل جملة على الإطلاق هي الجملة بعد إذا جر بالإضافة الجملة بعد كلما جر بالإضافة وانت ماشي مثال من كتابك بقى مثال إذا سكت الإنسان فالهم والأسى الله يبعد عنا يا رب الهم والأسى إذا سكت الإنسان فالهم والأسى بين قوسين جملة سكت الإنسان طلع لعندي يا طالب البكالوريوس انت ما مطالب اسمعش بدي إلا انت ما مطالب تقول لا فعلية لا اسمية انت مطالب بالمحل الإعرابي يعني تتمع لها وتقلي فعلية وهي اسمية بدي روح جزء من العلامة الجملة طلع عليه بعد إذا ما في داعي ولا فعلية ولا اسمية في محل جار بس خليك معي هون راح نقول فعلية ولا اسمية طلع على الجملة حتى بين قوسين مين هي سكت فعل ولا اسم طالما الجملة بدايتها فعل فعلية توب اعرابك جملة فعلية في محل جار بالإضافة جملة فعلية في محل جر بالإضافة. مثال تاني. كتبتوا أنتوا. فلما دهاها العصف. فلما دهاها العصف عنها ترحلوا. فلما أصابها الظلم يعني رحل وهاجر. الظلم عنها ترحلوا. فلما دهاها العصف عنها ترحلوا. بين قوسين جملة دهاها فلما ما اجت بعد لما اكيد الكل عم شغل عالو يفهم الجملة في محل جر بالاضافة فعلية فعلية في محل جر بالاضافة هلا الجملة دغري بتيجي مباشرة باكم شرط المباشرة اجباري المباشرة اجباري المباشرة يا شباب لعندي شوي تبع يا محمد شرط إعراب جر بالإضافة تيجي وراء الجمل وراء الأداء فورا شرط المباشرة ضروري جدا دير بالك ولا تيجي بعد كلمتين تقول جر بالإضافة ما بصير اثنين جر بالإضافة تحديدا من شروطها إن تيجي مباشرة بعد الأداء حصرا بعد فورا غير التقادير اللي احنا جعلها باثنين هلا اثنين حالة تامل إعراب الجمل اثنين إذا وقعت الجملة بعد إن كأن
إنا أنك أنا ولا تنسوا الشداد عتلاتته بعدين لكن ليت لعل لكن وليت ولعل تابع لكن معه إنا أنك أنا لكن ليت لعل شدي على النون بلعل وشدي على النون بلكن سكر الكوس تعرب الجملة تعرب الجملة في محل رفع خبر إن في محل رفع خبر في محل رفع خبر إن تبين عندي طيبة ما في باللغة العربية جملة اسمها جملة اسم أو جملة مبتدأ واضح؟ يعني لو جيت بعد إن تقول والله في محل نصب اسم إن ما في باللغة العربية إعراب جملة اسم أو جملة أو إعراب جملة مبتدأ دير بالك قلت لك في محل رفع خبر إن أو أخواتها مثال إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا إلى آخر البيت كل معي جملة ذكرتك بين قوسين جملة ذكرتك بين قوسين تبع الإعراب بقى لهون شوي خليك معي شباب هاي إني وهي ذكرتك طلع شوي بس على أكيد الجملة بعد إن طالما حطوه بين قوسين طالما ما قبل إن إجباري هي رفع خبر طيب وين اسم إن هاي بالإعراب ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن في القاعدة بتقلها هلا رح نكتبها عربي الجملة عندك رفع خبر عربي ذكرتك رفع خبر إن تبني ملاحظة إعرابية يلا ملاحظة إعرابية إذا مش الاسم محذوف بيجي أحيانا مستتر لك ملاحظة إعرابية الضمير المتصل بإن الضمير المتصل بإن شد عنه أو أخواتها عم نفكر شو عم نكتب ما الضمير المتصل بإن أو أخواتها يعرب يعرب بين قوسين ضمير متصل مبني ضمير متصل مبني على السكون في محل أو حسب بعض مبني على شو في محل في محل نصب اسم إن دير بالك عليها ما دائما مبني على السكون كمان احيانا يكون مبني على الفتحه او غيره طيب مثال ثاني نصب اسم إن مثال ثاني كأنك ترى كأنك ترى عينيك جوهرتين كأنك ترى عينيك جوهرتين جملة ترى بين قوسين طالما قبل كأن يا طالب البكالوريا أكيد إعرابها رفع خبر كأن عربة طبعا فعليا ما هيك ترى ما ضروري نبهت بس هلا هون بدي حالنا ناخده بدي أقول فعلي واسمي هون ترى فعلية تدي بين قوسين ترى فرح حسام تطلع على ترى هاي فعل ولا اسم فعل فالجملة فعلية في محل رفع خبر كأن طيب هون نحن عم نقول اسم مبتدا وخبر الضمير هي كأنك لا تخلطي الامور ببعضها هو هون عم نحكي هذا الضمير لحال والجملة ترى لحال يا ترى حسن الجملة طلعي من هي خليكي بالجملة فعلية هي فعلية في محل رفع خبر كأن لعندي الكاف هي شو اعرابها؟ ضمير متصل مبني في محل نصب اسم كأن قاعدة ما بتتغير الضمير مع كأن ولا إن نصب اسم
نصب اسم. مثال ثالث من كتابه. لعل وصالا منهم بعد نأيهم. لعل وصالا منهم بعد نأيهم. بعد فحرص يا الأهلي أنا نين بس هاي معهم عطنا كيف ما عطتك الأحفظة؟ لا 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 أخذناه. لا على وصالة متأكد منهم بعد نأيهم يوافي المعنى لا عدمت وصالا. هذا كان أمنية الشاعر لقاء المحبوب بعد الفراق. أخذينه لعل وصالا منهم بعد نأيهم يوافي المعنى لا عدمت وصالا. الحرف المشبه بالفعل لعل حرف مشبه بالفعل. وصالا شايفين هذا وصالا هاي اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جملة يوافي تبوا لي علامات هذا بدنا ندور على الخبر سبب نأيهم طول هون الجملة مباشرة طول الإنسان كمان عم التقدير هذا أنت بدك تفرق تدي وافي المعنى المعنى شو خبرتك عن الوصال؟ دور على الخبر. شو خبرتك عن الوصال؟ الخبر بتمم الجملة. خبرتك عن الوصال إنه عم يوافي معنى. ليك وين إجا خبر معنى؟ شايفينه؟ أيوة ما ضروري المباشرة هو. إعراب جملة يوافي معنى رفع. خبر لعل. هو الطالب بكل ناس بيرد بعاله يقرب الكلام بالإعراب. صارت الجملة لعل وصالا يوافي المعنى. هتقول ياها لناخذ غيرها. أيوة. مثال ثاني. طبعا فعلية أكيد. فعلية يطرح اسمها يوافي فعل. فعلية في محل رفع خبر كان. مثال ثاني. لعل. ليت نكتب لهم ليت الشباب يعود يوما هلا ليت الشباب يعود يوما كم يدور على الخبر لحال عرب ليت الشباب يعود يوما براء مين جملة الخبر عندي؟ يعود يوما. يعود يوما على اعتبار الشباب شو عربة؟ اسم؟ اسم ليت منصوب فجملة يعود رفع خبر ليت فجملة يوما لا طيب تعالى نربط بيوما ليت الشباب يوما تم من المعنى؟ تم؟ ليت الشباب يوما شو هي؟ حس الجملة هيك ما ظبطة ناقصة الخبر بيتمم الجملة ليت الشباب تعال نخبر عنه يعود كيف يعود هي الخبر بعدين يوما اسمه خبر عم ظرف منصوب ما هيك صار زمان منصوب ما بينا ما في عامله معامل جملة ابدا يعود رفع خبر ليت ثلاثة بنت بتتربى عليهم كثير على بجمل صالح ثلاثة لا ثلاثة إذا وقعت الجملة إذا وقعت الجملة بعد تحفظ كان فاصل صار بات طول بات ظل شدي على الله أصبح أضحى أمسى ما زال ما برح ما
ما دام ليس توب معي إساءة الأفعال راح راح كاد أو شك الأهم هلا جعل قام عاد وبدأ وبدأ بدأ. أيوة سكر القوس بدأ بدأ سكر القوس طبعا التاء لسه في غير ولسه في عسى في شرعة في طبقة بكيف هدول الأشهر بالتابة تعرب الجملة تعرب الجملة نصب خبر كان تعرب الجملة نصب خبر كان أو أخواتها نصب خبر كان أو أخواتها في شيء كثير منيح قلنا في كتير عليه إصابة مثال أول شيء أما علمتك الحال ما كنت تجهل أما علمتك الحال ما كنت تجهل طيب أما علمتك الحال ما كنت تجهل حط لي تجهل بين قوسين شباب شو إجا قبلها كنت هي الماضي من العادي كان هي ناقص طبيعي أن الجملة بعد كان نعرف خبر ما في اسم طيبة ما في جملة اسم رعرب جملة تجهل فعلية هيك تجهل فعلية في محل نصب خبر كان فعلية في محل نصب خبر كان مثال ثاني فطالت ما تكتب البيت كله فطالت إلى سوريا دعس فيهم بس اكتب هاي تحملها ما لم تكن تتحمل تحملها ما لم تكن تحملها ما لم تكن تتحمل جملة تتحمل بين قوسين شو قبلها؟ قبلها كان من هي كان؟ لم تكن لعندي شوي في كتير طالب صدوا لي ما في قبلها كان كان مثل أي فعل تجي بالمضارع تجي بالأمر تجي بالماضي هون إجا قبلها يكون ما يكون هي نفسها كان طالب لازم يفكر كان بتصير يكون يكون وكن بتضل ناقص رعرب الجملة تتحمل في فعلية في محل نصب خبر كان فعلية في محل نصب خبر كان مشان ما نطقش بعيونها تعال عرب لك لم تكن شيلها على جنب عرب معي لم إعرابها حرف نفي وجسم وقلب تبكالوريا صرت لم إعرابها عم عرب لم تكن حرف نفي وجزم وقلب تكن إعرابها تبيع لا اكتبها تكن إعرابها فعل مضارع ناقص لأني ظلت ناقص فعل مضارع ناقص مجزوم هاي من كتابة وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره فعل مضارع مجزوم طبعا بعد فعل ناقص وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره ليش في حرف حرف لين من آخره بيكون يا آخره مو بالنص بالنص حسبناه من عند إلقاء الساكنة صحيح أما بآخر نحسب حرف العلم مثال تاني عن إعراب جملة الخبر طول هذا المثال صارت الحياة من يومها صارت الحياة من يومها تقسو علينا صارت الحياة من يومها تقسو علينا لا واو عادية أصلية صارت الحياة تقسو علينا دور على الخبر لحاله واعربه لحاله بين مين تمم الجملة تقسو صارت الحياة خبرت عنا تقسو هي اللي خبرتني عن كان صارت عرب الجملة نفس الشيء هديك تتم الجملة فإذا حطيتي تقسو بين قوسين صح وتقسو علينا بين قوسين صح
طالما حطيت الفعل هو الأهم أخذت الجملة خلاص. إسلام إعرابة كجملة يعني هلا هاي جملة الحياة. هلا من ننسكر شغلة إسلام الأفعال الناقصة بدي اسم بدي خبر. أنا الأول أفكر قبل الخبر بالاسم. فلو وقفنا وعرفنا سارة واعتبرنا الحياة هي الخبر، طيب وين اسم سارة؟ بيقول ضمير مستتر والحياة قدامي موجود بدي اغلط. أنا قصدي نبي إني لازم أفكر بالاسم قبل ما أفكر بالخبر. صارت ناقص حياته اسمه فصفت جملة تقسو هي الخبر. فجملة تقسو قولي عبون تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. يعني لا تفكر الضمير تاء التأنيث الساكنة لا محل الإعراب. هلا إسلام لما أخذنا كنت تجهر كنت تجهر والاسم كان تمام هذا الاسم فصفت الجملة خبر. وهي نفس الشيء صارت الحياة تقسو هذا صار ايه اسم صار جملة تقسو هي الخبر. نتابع على كلين على كل امتحان هني بيحددوا لك الجملة يعني ما انا بحددها. فاكيد الجملة بعد صار نصب خبر صار. الاهم هلا مثال ثاني شو اللي هي خبر صار اكيد مو هلا لو قلت كان بالغلط باخر ليه لو كان هي الام والاسم لكن لازم اقول انا اكيد صار. مثال ثاني لم يزل يتبعنا لم يزل يتبعنا مبتسما بسمة حب. لم يزل يتبعنا مبتسما بسمة حب. جملة يتبعنا بين قوسين يتبعنا شو قبل شباب لم يزل مين هي لم يزل لعنده خميس من هاي لم يزال هاي لم يزال يا بكالوريا ما زال ما زال عم اعطيك اشكال الناقص تتألم دير بالك عليها. عرب الجملة لحالك هلا هون قرا حصان فعلية ولا اسمية تبعنا اللي لي يا هبة اسم محذوف طبعا تقديره هو سيدرا مين الخبر لمين يتبعنا لم لم تزل من هي لم تزل بعرفك انت معي فيها من هي لم تزل هي نفسها ما زال الافعال الناقصه بتجي باشكال معينه مضارع عمل وغيره خليكي معي نصب خبر ما زال او لم تزل ما مشكله في محل نصب خبر ما زال او في محل نصب خبر لم تزل ما مشكله ابدا مستتر تقديره هو اسم كان واخواته بيستتر مثل ما بيستتر الفاعل دير بالك حتى هي ملاحظه عندك شو هي اسم بعيد الجمله اسم الملاحظه يستتر اسم كان كما يستتر الفاعل يستتر اسم كان كما يستتر الفاعل مثال عن الافعال الناقصه مثال عن الافعال الناقصه حلو جعلت أركانه تتزلزل جعلت أركانه تتزلزل إسلام طلع عنه مين جملة الخبر أركانه ولا تتزلزل دي من عندي يا بكالوريا ما حد يكتب شيء هلا هي فعلا جملة الخبر بس بدي نضحك على شكل اللغة العربية عندك جعل شكلين استوعب الله يرضى عليك ديك على هالعبارة جعل الصائغ الذهب سوارا معي كل معي جعل هاي غير جعل هاي جعل على بعطيك الملاحظة لتكون فعل ماض ناقص قال لازم يجي بجملته فعل مضارع فعل مضارع إذا كانت جعل جاء بعد فعل مضارع تكون جعل بالإعراب فعل ماضي ناقص استوعب منيح طلع على جعل الثانية
في فعل مضارع؟ هاي بالإعراب فعل ماضي, ماضي عادي. بس هذا الماضي العادي يتعدى إلى مفعولين. أخذناه بالمصدر المؤول عفكرة. هذا بيتعدى لمفعولين. ليه بمفعول به الأول؟ زار وسار. بعيد. سار. جعل لا تكون ناقص. لازم يجي بعد فعل. ولا تكون تام. ما بيكون في فعل مضارع. وإذا كان ما في فعل مضارع ما تشوف يكون عنده مفعولين به منصوب. عرب جملة تتزلزل لنأخذ الملاحظة. ليك الرجل تتزلزل فعلية ما هيك؟ في محل نصب خبر جعل جملة مستوعبه على جملة فعلية في محل نصب خبر جعل. بنعيد ملاحظة ملاحظة. الأفعال الآتية الأفعال الآتية تعامل معاملة الأفعال الآتية تعامل معاملة الماضي الناقص الأفعال الآتية تعامل معاملة الماضي الناقص إذا جاء بعدها فعل مضارع مباشرة. طبعا إذا جاء بعدها فعل مضارع يكون يكون خبرا لها يكون خبرا لها كجملة يكون خبرا لها كجملة. وهذه الأفعال هي الأفعال تجي هيك مرة هيك مرة هيك. وهذه الأفعال هي جعل عادة قام بدأ أيوة نفسها دي آخر أربع أفعال قام بدأ اكتب الصدق معي شرع شرع أفعال الشروع يعني عليك طفق طفق بمعنى بدأ كمان طفق يدرس بجد يعني بدأ طفق حاجة سكر الكورس راح عندها تاني مرة ليك على العبارة عادة أنه يبسط ضفتي فعل ماضي ناس طلع على واحد كلمة عاد النهر يبسط ضفتي خميس خليك هون عاد النهر يبسط ضفتي أكيد قدام البكالوريا عادة فعل كثير بنعرف عادة فعل ماضي بالعادة اللي هون بدي أعرف فعل ماض ناقص السبب يوصف هذا المضارع هل المضارع هو اللي سوى عاد فعل ماضي ناقص فصار جملة يبسو بالإعراب كجملة نشرها نصب خبر عادة هي من قصيدة الجسر وعاد النهر يبسق ضفتين يعني شو اللي سوى عاد ماضي ناقص المضارع شو عرف جملة المضارع خبر عادة هربولي هاي الجميع عندك يلا لنأخذ غيرها على طول مع الأفعالها الناقصة هاي على طول فعل ماضي عادة هلا بالمصدر المؤول بيكون في أنه بعد فعل مضارع هاي بيكون دخل فعل مضارع وبيعرف سد ما سد مفعولين هذيك غير السلام بتخفي الأول بعضها هذيك غير هاي هلا في هدول الأفعال في جعلة بيدخل أنه بعد فعل مضارع بس احنا خلاص صافي مصدر مؤول الفكره اللي بنعرفه بنعرفه فعل ماضي عادي فعل ماضي عادي يبقى طالما في أن صار فعل ماضي حتى لو بعد فعل مضارع حتى لو فعل مضارع بعد أن حتى لو في فعل مضارع صار اسمه مصدر مؤول شو قال المعرب اللي رجع له فعل ماضي مين هي ما في مضارع لو في مضارع بس في أنا هاي ما في عاطفة ليش صائب فعل فاعل زاد مفعول به أول سوار مفعول به ما بقى عندك جملة بيتعدى لمفعول به جعل طيب سؤال امتحان سؤال امتحان سؤال امتحان مبني على الفتحة هاي مبني على الفتحة فعل ماضي ايوه سيرجع فعل مضارع
إذا عربت وراها فعل مضارع وعربت فعل ماضي مبني على الفتحة الضارع على أخي حتى العلامة كاملة. ما عم خاص لا عم تفرجيك عشان تعرف إذا سألوك عاب جمد يبصر عشان تعرف إنه هي بقى بعقلك ناقص تعرف إنه يبصر بالإعراب بصر خبر. مثال ثاني سؤال امتحان ميز جعل التام ميز جعل التام ميز جعل التام يعني الفعل جعل التام ميز جعل التام من جعل الناقص ميز جعل التام من جعل الناقص فيما يأتي. العبارة الأولى جعل الرجل جعل الرجل الوحلة فتحة علام جعل الرجل الوحلة تمثالا. ثاني وحدة جعل الرجل يصنع تمثالا يعني ما احلاكم ما تعرفها بإذن الله. أكيد الأولى شوية وجسر تام من بين ما فعل مضارع والتاني عرف الخبر بالتاني لحاله عرف الخبر بالتاني من هي يصنع باصل لو عرف جعل فعل ماضي عادي وهي ناقص بيأثر شيء. أنا مش عم أقول ليش عم أقول هون ناقص مشان أعرف شو جملة الخبر شو عرف جملة يصنعه. لسه مثال أخير طه شو عرف جملة يصنع طه رفع نصب في محل تسعى الله يرضى عليك كلوري انت. مثال اخير قام الطفل يبكي من الالم قام الطفل يبكي من الالم ناقص اكيد قام هو ناقص ولا لا ليش وراء ناقص ليه مين هو الفعل المضارع؟ هو اللي سوى قام ناقص عرف جملة يبكي رافع نصب نصب خبر نصب خبر خبر قام نصب خبر قام. اوعى تنسي براء كان بأشكال ماضي ولا مضارع وجعل التام من الناقص. ثالث حالة صعبة كتير أربعة لا ما أربعة لا لا أكتب أربعة أربعة أستاذ حكيم هلا مثل ما كانت عم تسألك إنسان لو في أمكن نعرفنا تام عارف عملنا ما عم تسد ما سد مفعولين أربعة افتح لي كتاب على آخر الشواهد حط لي قصيدة عنوان جديد مروءة وسخاء يلا يا بسمع بالقراءة مروءة وسخاء أي قراءة لقسم الشواهد يلا ضيعت والله ما في عقل لك قصيدة طبعاً قصيدة بضحك عليك باخدك يمين باخدك شمال وانت مثل الأهبار طبعاً قصيدة قلت لك أربعة قصيدة جديدة تروح على قصف الشواهد لا اضرب احوال مشان ما تضل كثير عندي هلا غير شان مروءة وسخاء بدك يا انا خلينا نقول كمان هلا في وحده ثلاثه كلامك مجوله هوني مروءة وسخاء على يسار الدفتر الشاعر خير الدين الزكري
الشاعر خير الدين السركلي شاعر سوري ناصع ولهنيك عبد الله حطيت عينك على وحده بتقول لنا يا ولاد ولهني تبقى شاعر سوري على يمين الصفحه مذهب المذهب واقعي قديم واقعي قديم العاطفة اجتماعية العاطفة اجتماعية الفكرة العامة الفكرة العامة وصف معاناة الفقراء وصف معاناة الفقراء والدعوة والدعوة إلى مد والدعوة إلى مد يد العون لهم والدعوة إلى مد يد العون لهم الفكر للموضوع هلا بلا شغل وين سوري صحيح معنا سوري سوري فكرت النار الفكرة الأولى الإحساس بمعاناة الإحساس بمعاناة الفقراء والمساكين ومشاركتهم إياها الفقراء والمساكين ومشاركتهم إياها الشاهد لا إله البيت الأول الفكرة الثانية بس خمس دقائق بس الفكرة الثانية إظهار الأدب إظهار الأدب مع الوالدين إظهار الأدب مع الوالدين في المواقف الصعبة إظهار الأدب مع الوالدين في المواقف الصعبة شاهد ليلى البيت الثاني دائما هذيك طبيعيا اما باللحظات صعب يبين الانسان شو معناه الفكره الثالثه التمسك بالامل التمسك بالامل مهما ساءت الاحوال واشتدت الظروف التمسك بالامل مهما ساءت الاحوال واشتدت الظروف البيت الرابع الفكره اللي بعدها هي استاذ اليوم هي انتوا بيت يعني ما شاء الله كيف وضع علاء يعني الفكره اللي بعدها وصف معاناه الفقراء وصف معاناه الفقراء وبؤسهم وصف معاناة الفقراء وبؤسهم شاهدة البيت السابع الفكرة البعدة السابع الفكرة البعدة الدعوة للإحسان إلى الفقراء الدعوة للإحسان إلى الفقراء ومساعدتهم شاهدة دعوة إلى الإحسان للفقراء أيوة للفقراء ومساعدتهم شاهدة البيت الأخير 11 عود طه القصيدة صفحة 131 علمي يلا معاني مهين روح عادي مو قال الشرح بكى خليك معي الكل 131 شو الشاعر شباب لعندي شوي
شعر كان ماشي بالطريق بالليل عن جد اسمع مني لا ماشي بالشعر بالليل بشوارع دمشق القديمة هو ماشي بالطريق بيسمع صوت بكي بشباك بيت بيروح لصبح الشباك البيت وبيتصنط على الحديث لا يعرف شو سبب البكي عيب هو المهم اللي طلع انه الام عم تبكي وابنها عم يتوسل الى ويسألها ليش يا امي عم تبكي فقالت له الام شوف اخواتها كيف ناموا اليوم لا اكلوا ولا شربوا وهالعيشه ما عاد تنحمي بنط الشاعر بالشباك وبيقول له انا عندي الحل ابن بيطلع على الشاعر بيطلع لنا بيسحب عليه ساطور بيرقد على الشاعر اسمع شو صار الشاعر بيقول له طول بالك ولا انا قصدي شريف قال له يعني بدك تتزوج امي قال له لا تركني غضب قال له بس خليني فهمه قال له تفضل فهمني قال له انا رايح مثل حكايتك فقير رايح عن جارك الغني سمعت عم يعطي مصاري ووزع للعام وسمعت معاناته والله بعتي لعندك لأخذك معي طلع الابن على أمه قالت أمه والله يا ابني فكرة روح بلكي عسى هالكريم يعطيك مصاري راح الابن والشاعر باتجاه بيتها الغني الشاعر دفش الابن لقدام قال له انت أبوه مش عم يطلع بالخجل الشاعر خمس دقايق بيطلع الابن ومعه كوشة مصاري والله طلع الشاعر على الابن قال له كل هذا لطيف قال له ايه قال الشاعر انا رح امدحه بسبيتين شعر بلكي بيعطيني اكثر دخل الشاعر لعند هالغني وبلش بقى فيه قال له انت كذا وانت كذا الى اخر الكلام اخر شيء بيشيل من جيبته الغني 200 ليره وبيقول له هي اجره الكلام اللي ما طعمك خبز الله معك على الغني معنى الكلام انه العمل ما الكلام العمل هو الإنسان بيطعم الخبز ما الشاعر والكلمات طلع الشاعر خايب الفرج شو بدي يعمل صفن هيك قال لك والله مالك إلا روح تزوج أمه للشاب شو صار معه وصاري راح لعند الشاب قال له هالمرة قصدي شريف قال له شو بدي أروح عند غني تاني قال له لا فهمتني غلط هالمرة بدي تزوج أمه سأله بقى للإن نعم عم تعد هالمصاري طلعتك على الشاعر والله ما لك نصيب عنا طلع الشاعر ورجع يتمشى لحاله بالشوارع كتب لنا هي القصيده لا هيك بكى لا بكى حط فوق بكى اشاره الى الابن لا ليكو قلم بكى اشاره الى الابن بكت اشاره الى الام هاج بي البكاء يعني بكى الشاعر بكى الشاعر بس كلهم بكوا كلهم عدد شخصيات بالبيت الاول ابن الشاعر شجون يعني حزن شجون الحزن جذوه شعله للترنيم بالبيت الاول جذوه شعله يعني شعله الحزن اللي ما عم تنطفى البيت الثاني جثى جلس على ركبتيه ضرعا متوسلا ضرعا متوسلا لا على الابن عم راحتيها يديها الابن جالس على ركبته عم يتوسل لهم يدعوها ينادي عليها يدعوها ينادي عليها البيت الثالث أميم أميم تصغير أم بغرض التحبب تصغير أم بغرض التحبب مالك فيه صمود صمود مبين سكوت أو هدوء بالبيت الثالث مالك فيه صمود الشطر الثاني وما اعتادت بنا الصمت النساء يعني ما بنعد النساء خلينا نسكت شعر عليه الرابع الثالث الرابع لئن ساءت بنا الايام فربتما ربتما هاي يعني ربما البيت الخامس رنت نظرت سعده اسم الام
حتى الشعر عارف اسم الام يعني سعد اسم الام. وقد المت، المت يعني نزلت بها، نزلت بها الاحزان واشتد البلاء. البيت اللي بعده بني رويد، رويد يعني تمهل، روي عزلك يعني عتابك. أنا باسمة عزلك عتابك، شجوي حزني، شجوي حزني. القضاء يعني القدر، يعني حزني سبب القضاء والقدر. البيت اللي بعده واضح، ترى هويك قد باتا وبتنا جياعا لا شراب ولا غثاء. البيت اللي بعده أذنت مقالتي، يعني طلبت الحديث معهما، طلبت الحديث معهما. أي أذنت مقالتي. سعد اسم الابن، أيوة سعيد، مافيا ما في زمان سعد وسعيد، والأخوات أسعد وسعيدة. تابع معي سعد اسم الابن. بعدين الجواء، الجواء بالبيت الثامن يعني الدنيا، الجواء الدنيا. البيت اللي بعده فجئت إليهما أمشي الهوينة، الهوينة المشي ببطء، شارع عم يمشي نحوهما ببطء. العناء يعني التعب. البيت 11 قلت إلي والدنيا بخير لقد سمعت دعاءكم السماء مفيوشين. هلما بالبيت الأخير، هلما يعني لنزهة إلى مبردي، يعني إلى إحسان وكرم أهل فضل شعارهم المراد صلى الله عليه وسلم.